انتقل مجددا الى ملعب نيلسون مونديلا ببراقي زميلنا الثاني كمال مهوي. مساء الخير، اهلا وسهلا. الاجواء داخل ارضيه الميدان، كنا في المدرجات داخل ارضيه الميدان، كيف هي؟ المنتخب جاهز غير جاهز؟ وتنظيميا ضعنا في الصوره، اليك كمال. نعم حكيم، وما اجمل الجزائر حين تحتضن افريقيا وحين تمتزج الوان الجزائر بالوان الافريقيه. الجزائر يعني عاصمه الرياضه الافريقيه اليوم، عاصمه الشباب الافريقي. تصور انه هذا الشباب بسن 16 و 15 سنه كلهم فرحه بتواجدهم اليوم على ارض الشهداء، على الجزائر، على هذه البقعه الحبيبه من افريقيا والرائده ان شاء الله. اليوم حفل الافتتاح عفوا سيكون يعني كبيرا وضخما، رغم يعني الوقت الضيق، الا انه سيكون يعني ممتزجا بالالوان الافريقيه والجزائريه وبسواعد جزائريه 100%. يحضر معي رشيد حمري المسؤول حفل الافتتاح هنا بملعب براقي، وايضا مسؤول عن تنظيم كاس امم افريقيا لاقل من 17 سنه. في عجاله سي حمري، رانا نشوفوا باللي حفل الافتتاح يعني راح يكون يعني يبهر، رانا نشوف الوان جميله، خاصه انه مع المغني جام وغيره. واش تقدر تقول لنا؟ يعني السلام عليكم. واش نقول لك؟ حفل افتتاح الجزائر يعني متعوده على الخراجات هذو الكبيره هذو، يعني افتتاح كما كان ابهر العالم، كان ابهر العالم في الشان، واليوم راح ان شاء الله نزيدوا نبهروا العالم في يعني في الايديسات في اقل من 17 سنه. وكما قلت لكم الجزائر متعوده على المجريات الكبرى، هذه الاحتفالات الكبرى. اعطينا لمحه، انا نشوف يعني شباب جزائري يعني بالوان افريقيه، راح نشوقوا يعني المشاهدين اكثر لما يدخلوا. اعطينا لمحه صغيره يعني على هذه الفرق اللي حتشارك اليوم. يعني هذو لي سيريموني بسواعد وكما يقول لك وقدرات جزائريه، شباب جزائريين، يعني كما راكم تشوفون بالاولان الالوان الافريقيه كما يقولوا بالدرجه يحصيو لها يعرفوا لها، راكم تعرفوا كيفاش. يلا ما نشوقوش اكثر الجميع، نتركوك. شكرا رشيد حمري، على بالنا باللي عندك عمل كثير. تفضل رشيد. الان حمزه، لو تعطينا هذه الوجوه الجميله لهؤلاء الشباب الجزائري حكيم، يعني حتى نسبقوا نوعا ما يعني حفل الافتتاح، راح نعطي لكم يعني القليل من السسبنس هكذا، كيف سيكون حفل الافتتاح يعني بعد لحظات. هذه هي يعني احد الفرق بالالوان الافريقيه وخلفهم باللباس التقليدي الجزائري، سيدخلون بعد لحظات الى ملعب نيلسون مونديلا لبدايه حفل الافتتاح. مثل ما تشاهد حكيم، شباب جزائري ابهروا خلال الشان، ابهروا خلال الالعاب الاحمر البحر الابيض المتوسط، واليوم خلال حفل افتتاح كاس امم افريقيا لاقل من 17 سنه، يعني الجزائر باتت قبله للرياضه وللشباب الافريقي. والجزائر مثل ما تعودنا هي ام افريقيا وهي قبلة افريقيا اليوم، والكل سعيد بهذا الحفل الذي سينطلق بعد لحظات وسط حضور جماهيري معتبر. يعني حكيم، يعني هذه ثاني مرة تحتضن فيها الجزائر بعد سنة 2009. عادة يعني حفل افتتاح لهذه المنافسات يكون في ملعب صغير ليكون هناك حضور جماهيري، لكن الجزائر أعطت بعد إفريقي وبعد عالمي لهذه التظاهرات. حتى ستشاهد يعني بعد لحظات يعني المدرجات، يعني الجمهور كيف حضر بالألوان الجزائرية ويحيي يعني المنتخب، حتى يساند المنتخب أولا ويشارك في هذا العرس، عرس افتتاح كأس أمم إفريقيا كمال لأقل من 17 سنة. نعم كمال، هل أصبحنا لا نكتفي بالعادي في الأمور العادية بالنسبة للأفارقة، بالنسبة للبطولات اللي كانت تمثل لهم أمر عادي، أصبحنا نقلناهم من البطولات العادية إلى بطولة أصبحت كبيرة، الشان نقلناها لهم حتى أصبح الشان بقيمتها، بطولة أيضا البطولة العربية نقلناها لتصبح مبهرة أيضا، ألعاب البحر الأبيض المتوسط نقلناها لتكون كبيرة، هل الجزائر تغيرت من نظرة من نظرة عادية بالنسبة لي المتابعين مثلا إلى الأفارقة وعالميا إلى نظرة كبيرة أخرى؟ هذا البلد يقدر يدلك وش حبيت، أي بطولة حبيت تنظمها؟
أكيد حكيم، وأنا أستمع إلى نقاشك قبل لحظات، قلت كلمة في محلها يعني الإبهار، يعني تصور أنه أعطت بعدا آخر لهذه التظاهرات، كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة قلت لك حكيم، عادة ما تنظم في ملاعب صغيرة، ملاعب جوارية، لا تملك هذا يعني هذا البعد وهذا الاهتمام من الدول الإفريقية، لكن الجزائر دولة يعني وبأن اهتمامها كبير بالشباب الجزائري بتطوير الرياضة الجزائرية أعطت بعدا آخر لهذه المنافسات، سواء كأس إفريقيا للمحليين أو حتى اليوم يعني كأس إفريقيا للشباب وقبلها ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لأنه حتى بلدان الأوروبية لم تنظم ألعاب البحر الأبيض المتوسط مثل ما نظمت في وهران في الجزائر، لذلك ربما هي قفزة نوعية في التنظيم وفي الاهتمام بهذه التظاهرات، لأنه الحمل سيكون ثقيلا، تصور أنه في بلدان شمال إفريقيا فقط الجزائر من سبق لها وأن نظمت، إضافة إلى المغرب من نظمت كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، وهي الوحيدة التي وصلت إلى النهائي، لأنه المستوى كبير وكبير جدا في هذه الدورة، يعني منتخبات شمال إفريقيا غير متأهلة، نعطيك مثلا تونس مصر ليبيا غير متواجدة لأنه المستوى كبير، وأيضا يعني التأهل لهذه المنافسة ليس سهلا، لأنه حسب المناطق الجغرافية يتأهل منتخب أو منتخبين، لأنه يعني نملك اليوم 12 منتخبا يشارك في هذه الدورة لأول مرة، عادة كانت هناك 8 منتخبات، بالإضافة إلى التنظيم والإبهار حتى المستوى هو مستوى آخر من حيث المستوى الفني، لأنه على ملاعب كبيرة لأول مرة ستلعب هذه المنافسة على ملاعب كبيرة سواء في براقي أو وهراء أو عنابة عفوا أو قسنطينة، لذلك الجزائر أعطت يعني بعدا آخر لهذه التظاهرات الكروية والرياضية الإفريقية. نعم سنبقى.